انا عارفه رد فعل اللي انا هعمله ده هيبقى عامل ازاي. انا مش واثق فيك. استاذ ايمن اديني فرصه واحده بس وشوف انا هعمل لك ايه. هذا كده كثير وصعب. صدقني اللي انا هعمله ده هيقلب الدنيا ورد فعله هيبقى واسع قوي. انا سمعت الكلام ده كتير. طب اسمع الجديد بقى، احنا هنرفع دعوى تفريق ما بينه وما بين مراته، وما تنساش ان هو دلوقتي في حكم مرتد والناس مقسومه نصين، نص شايف ان هو ليه حريه التعبير عن افكاره، والنص التاني بقى شايف ان هو خرج عن حدود المألوف والمسموح كمان. احنا لو هيجنا الدنيا عليه من تاني صدقني هنوصل للي احنا عايزينه، وهيطلع ألف لسان يأكد اللي احنا بنقوله ده. على الفاضي اللي انت بتقوليه ده كله على الفاضي، لان الناس عارفه الموقف العدائي اللي بيننا وبينه، وببساطه كده هيقولوا اللي احنا بنعمله ده لمصلحتنا الشخصيه مش عشان خاطر الحق. هو ده الخطر. ومين قال ان احنا اللي هنعمل كده؟ امال مين؟ انا فعلا بشوف دلوقتي محامي عشان هو اللي يرفع القضيه. هي فكره، هي فكره عبقريه، واحنا بقى هنتابع الموضوع من اوله، هناخده شويه شويه. وحياتك عندي لا خلي الناس تنام وتقوم مفيش على لسانها غير ان مفيد ده يطلع بره البلد، وهطلعه حافي مش لاقي ياكل. صراحة أنا ما كنتش متوقع إن أنت بتكرهيه بالشكل ده. أنا ياما رحت له وقلت له تعالي لي وهعملك نجم وهخليك نار على علم، وهو ما سمعش الكلام. يلبس بقى، مش هو كان بيقول لي أنا ولا نجم سيما ولا مطرب ولا فنان عشان أطلع أعمل لقاءات. هلا، هو أنت حاسة إن هو سبب سقوط نجمك مش كده؟ أستاذ أيمن سيبك مني أنا دلوقتي، خلينا في مصلحتنا، وأنا هظبط لك الدنيا على إننا نبقى على الحياد، ومش هنعمل حاجة غير إن إحنا هنناقش الكتاب اللي هو نزله، وهنجيب المحامي نسأله عن أسباب رفع القضية عليه، إيه رأيك؟ نسيت حاجة مهمة أوي يا أستاذة. هي إيه تاني يا أستاذ أيمن؟ المحكمة هترفض الدعوة، والقانون لغى دعوة الحسبة، واللي لازم يقدمها صاحب المصلحة مباشرة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مراته هي لازم تقدم الطلب ده. حلو قوي. ايه اللي حلو قوي؟ خلي بالك سميه مراته مش على وفاق معاه، ولو احنا طلبنا منها انها تعمل كده وحياتك لتعمل، وخصوصا لو كان ليها مصلحه في كده. تفتكري؟ انا متاكده. سيب الموضوع ده عليا. عاوزاك يا صديق. صباحنا صباح الملك لله. ليه يا اخويا، هو انت شفت عفريت؟ عايزه ايه على الصبح؟ مش هينفع كده، لازم نقعد. انا مش فاضي يا اخويا. معلش فضي لي نفسك شويه، هي دقيقه. بقول لك ايه، هو انت مش قلت لي اللي انا عاوزاه هاخده؟ نعم خير. عاوز الشقه. انا تحت امر حضرتك. لا ما تفهمنيش غلط، اصل الشقه اللي انا قاعده فيها كلها رطوبه، وده خطر على الواد. ولا انت عايز الواد ينزل؟ قول لي بقى ان انت مش فارق معاك. عايز الشقه فين؟ مش هتفرق يا اخويا اي شقه بدل اللي انا فيها. ماشي، ممكن تقعدي في شقتنا، شقه نبويه. أنا أصلاً سايبها وبشقر عليها كل مدة. طب حلو والله، عشان الواد كده يتولد في شقة أبوه. وأنا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان الواد ابن الغالي أبو المكارم؟ بقولك إيه يا صديق؟ والنبي طمني، أنت حاسه حتة منك؟ آه طبعاً. طب بقولك إيه؟ هتحبني؟ برايا روح، في إيه على الصبح؟ لا مش هسيبك غير لما أسمعها منك. أنا خايفة يا أخويا، خايفة أولد. وأموت وأنا بولده، طمني بس هتحبه؟ اه طبعا احبه، ده ابن ابو المكارم. ربنا يطمن قلبك، ربنا يطمن قلبك. خدتك بعافيه يا اخويا.